عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم؟ هذه الكلمة إذا واظب عليها الإنسان متعبدا بها إلى الله عز وجل فقد جاء بشيء لم يكن في الشرع، ومن أتى بشيء جديد لم يكن في الشرع فقد أحدث في دين الله، ومن أحدث في دين الله فهو على بدعة من البدع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أصحابه ويعلمهم القرآن، ومع ذلك لم يصدق ولم يرد أنه قال صدق الله العظيم، وكذلك لم يأمر أصحابه بأن يقولوا صدق الله العظيم، بل أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: أقرأ، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فابتدأ وافتتح سورة النساء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فقال عبد الله بن مسعود: فنظرت فإذا عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، ولم يقل له قل صدق الله. واضح. وأما المتأولون في قول الله عز وجل قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، فليس هنا المقصود بها قل صدق الله إذا انتهيت من قراءة القرآن، كما قال الله عز وجل في بداية قراءة القرآن، قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومع ذلك هذا القول من المستحبات وليس من الواجب، ومع ذلك أمر به الله عز وجل، ولم يأمر عباده المؤمنين بإذا فإذا انتهيتم من القراءة فقولوا صدق الله العظيم. واضح. بل قال قل صدق الله، أي صدق الله فيما أخبرنا من قصص السابقين، قل صدق الله في إظهار الحق والبيان بصفة عامة، لا بتخصيص قول صدق الله بعد الانتهاء من القراءة. وأما الذين يتهاونون في ذلك فلا أدري يعني إلى أي شيء وصلوا من العلم بسبب أن يتهاونوا في مثل هذه الأمور، وللأسف الشديد. وخرج أحدهم يقول بأن الأمر يعني لا تفعلها كثيرا وكأنه خفف في الموضوع، لكن لا، إذا قالها متعمدا وقالها في كل مرة فإنه أتى بمحدث في الدين، والله أعلم.